أكثر من 750 إصابة مفترضة بمرض الإيدز فقط في جانب الكرخ من العاصمة بحسب أرقام رسمية، ومثل هذا العدد في جانب الرصافة بحسب مصادر شبه رسمية، في حصيلة مرعبة لتفشي وباء هذا المرض بين أوساط الشباب. وتتخذ مراكز فحص العوز المناعي إجراءات مشددة وصفتها بغير الكافية، وتطالب بتشكيل لجنة مشتركة من رئاسة الوزراء والصحة والتربية والأمن الوطني وهيئة السياحة للسيطرة على هذا الوباء. في بغداد في جهة الكرخ أنا أقدر الحالات بكمية مصاب بالمئات، لا بالمئات رب قد يكون، لأن أجريت معادلة معينة على الذين تم فحصهم المتبرعين بالدم وكم عدد الحالات التي اكتشفت، فأقدرها ب 750 حالة في الكرخ، قد تزيد أو تنقص قليلا. يفترض أنه تشكل لجنة عليا من وزارات وجهات متعددة وتتخذ عدة إجراءات، مثلا الفحص الإجباري للوافدين العرب والأجانب، وأيضا العراقيين الذين يسافرون خارج العراق بعد عودتهم من السفر أيضا يفترض أن يكون هناك فحص إجباري. وفيما تستمر مراكز فحص العوز المناعي بفحص الوافدين الأجانب تؤشر ضعف إقبال المواطنين المحليين على الفحص، وتؤكد إدارة هذه المراكز اكتشاف 6 إصابات جديدة بالإيدز عن طريق الصدفة مطلع هذا العام. اكتساب الإصابة عن طريق العراقي اللي في خارج القطر، وأيضا بالنسبة للسلوكيات الخطرة اللي تحدث داخل البلد أيضا من ضمن مثلا الوشوم والتاتو، عمليات التجميل اللي إذا كان غير متبع للسياقات الصحيحة بتسيطر على العدوى والتلوث، عندنا تعرف الممارسات نقول عليها الجنسية الغير الآمنة. ومع تفشي الوباء تطلق دوائر الصحة برنامج المشورة والفحص الطوعي الاسترشادي لتحفيز الشباب على الفحص الدوري، مع تقديم ضمانات لهم بعدم الكشف عن هويتهم. وتتجدد المطالبات الشعبية والرسمية بإغلاق مراكز التجميل غير المرخصة وإغلاق مراكز المساج التي يمارس في داخلها العلاقات الجنسية غير الشرعية التي أسهمت بنشر وباء الإيدز في العاصمة. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز.